طب ميشيل يانكون او ميشيل يانكوني زي ما بيقولوا، الجزء الاول من اللقطه دي كان جوه الفندق محل اقامه الفريق الاول للنادي الاهلي. كان ميشيل يانكون زي ما حضراتكم شايفين كده في لقطه بيبوس التيشيرت بتاعه النادي الاهلي. هو كان طالع الاوضه تحديدا بعد بعد ما تناول يعني وجبه الغداء زي ما حضراتكم شايفين كده بيبوس التيشيرت. لقطه حلوه جدا يا احمد، وكمان كان جماهير الاهلي من الحاجات اللي بيطالبوا بيها قوي الفتره اللي فاتت، احنا عايزينه يفضل يعني مع تغيير الجهاز الفني او مع الشناوي طبعا، مع حراس مرمى النادي الاهلي ومع الشناوي. وابنه كان كتب تويته على الموضوع ده وهو في التاتش، وكتب داتس فيفورت بليس على طبعا ده افضل مكان على انستغرام، ده مكان افضل مكان لوالدي وهو طبعا ملعب التاتش. طبعا بيرمز لنادي الاهلي مكان والدي كتير من المفضل. على فكره يعني انا عارف انه احنا في عصر احتراف، وده يمكن تاكيد على فكره انه عشان تلعب، انا يعني ده مش معناه ابدا اي حد في الدنيا يعني هو القادر على تقدير الامور من وجهه نظره الشخصيه، يعني انا مش بلوم على اي حد انه ياخد قرار هو شايفه من وجهه نظره في مصلحته، لكن حينما يتعلق الامر بكيان النادي الاهلي مهم جدا ناكد على معنى واحد، انه الاهلي عمره ما هيتمسك بحد هو مش عايزه. يعني مهما كان موهبته ومهما كان تأثيره ومهما كان فرص نجاحه مع النادي الأهلي ومهما كان حجم البطولات اللي ممكن يحصدها أو يشارك في حصدها وتحقيقها لجماهير النادي الأهلي والنادي الأهلي، إذا لم تكن لديه الرغبة على الانتماء للكيان فالأهلي مش عايزه. ده مبدأ واضح وصريح. وبرضه تاني بأكد، أيا كان حجم الموهبة وأيا كان الاسم وأيا كان الموقع وأيا كان الموقف، كنت مدير جهاز فني، كنت لعيب ونجم وسوبر ستار، كنت معرفش ايه، اذا ما كانش انت عندك يعني ده جزء الحقيقه من او سر من اسرار نجاح المنظومه، اذا ما كانش انت عندك الرغبه، مش بقول انك تقدم تضحيات ولا انك انت تيجي على نفسك ولا، لكن ما كانش عندك فكره انك تتمسك بالانتماء لهذا الكيان، انك انت تبقى حريص على انك انت لابس التيشيرت بتاعه، فالاهلي ككيان وكنادي وكاداره وكجمهور مستغنين عن خدمات حضرتك. من هنا بس اتكلم على بقى يانكون طبعًا. لانه بنشوف، انت عارفه انه الاجانب شويه لغه العواطف عندهم مش مؤثره قوي في القرارات، لكن كتير اجانب جم هنا وحسينا انه بمجرد ما انتموا للنادي الاهلي وعاشوا الحياه وشافوا الجمهور وشافوا حاله الحب والانتماء للنادي ده، بقوا هم كمان يميلوا شويه شفنا كتير جدا والانتماء عندهم بيزيد مع النادي الاهلي، ومنهم طبعا ميشيل يانكون اللي الحقيقه يعني رفض ان هو يمشي مع فايلر، وزي ما والاداره كمان اتمسكت بيه وكان الجمهور بينادي دايما يا احمد ان احنا عايزينه بسبب التطور الملحوظ طبعا في مستوى حراس المرمى في النادي الاهلي. صحيح. نروح لفاصل ونرجع على حضراتكم مره ثانيه.